تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل. ما إن تم الإعلان عن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا منتصف سبتمبر أيلول من العام الماضي، والتي جاءت كأهم مخرجات اتفاق أستانا، حتى بدأت القوات الموالية لدمشق مدعومة من الطيران الروسي الضامن الرئيسي لهذه الاتفاقات بالتقدم في محيط العاصمة على حساب قوات المعارضة المسلحة المكبلة بالالتزام باتفاق تخفيف التصعيد. أما بالنسبة للدولة الضامنة الأخرى وبالتحديد تركيا، لم يعد خافيا على أحد التدخل التركي الفعلي في الحرب على سوريا، والذي لم يقتصر على الدعم اللامحدود سياسيا ولوجستيا، وتعدى ذلك إلى الدعم العسكري المباشر في كسب وعدة مناطق من الشمال السوري، حيث شاركت القوات التركية في عمليات قتالية بشكل علني إلى جانب التنظيمات الإرهابية التي كانت من المفترض أن تحاربها، مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من الحدود السورية مع تركيا. وتحتل تركيا الأراضي السورية بحجة إقامة نقاط مراقبة، والجميع يعلم بأن تركيا هي حليفة جبهة النصرة، التي يقال بأن تركيا تراقبها داخل الأراضي السورية وتتذرع بالمراقبة لاحتلال الأراضي السورية. أعلنت أنقرة في الأيام القليلة الماضية أن قواتها أقامت موقعا عسكريا جنوب غربي مدينة حلب في سوريا، وهو أعمق موقع لها في الجزء الشمالي الغربي من سوريا، وذلك ضمن الخطط التركية لاحتلال الأراضي السورية. واليوم تمركزت قوة عسكرية تركية في بلدة معرة النعمان بمحافظة إدلب السورية المشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاقية أستانا، بهدف تأسيس نقطة مراقبة جديدة لوقف إطلاق النار. وللحديث أكثر عن موضوع حلقة الليلة، أرحب بضيوفي من جدة: أبو توفيق الديري، منسق عسكري في الجبهة الجنوبية ومن هولير، دكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويه، ومن بولندا البروفيسور بسام عويل، ناشط مدني في الشأن الوطني السوري، ومن باريس دكتور أكثمن عيسى، مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ضيوفي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور سربست، أبدأ سؤال الحلقة من عندك. مساء الخير أولا. مساء الخير لك، للمشاهدين الكرام، للأصدقاء الضيوف المشاركين، كل التحية والاحترام للجميع. أهلا بك. يعني في ظل الحديث عن جولة جديدة من أستانا ووسط تصاعد الخلافات بين أنقرة وواشنطن، النظام التركي يعلن إنشاء نقطة مراقبة جديدة في إدلب، برأيكم ما السبب وراء ذلك؟ هو في كل لحظة بمقدار النظام التركي يعي هزيمته العسكرية والجيوسياسية في سوريا بمقدار ما يمارس أو يمعن في ممارسات من شأنها أن تخلق انطباعا لدى الآخرين أنه ما زال اللاعب الرئيسي في الملف السوري. بالنسبة إلى السياسة التركية، كما تعلمون ويعلم الجميع، تركيا الآن باتت خاوية الوفاض، خرجت من الملف السوري ولم يبقى أمامها أي ورقة تستطيع أن تقايض بها الخصوم. الطرف الروسي استطاع أن يبتز الطرف الروسي استطاع أن يبتز الطرف التركي إلى أقصى حد. الآن هو اليوم كان القوات التركية تدخل بمعونة، ونشرت فيديوهات على المواقع الاجتماعية وعلى المنصات الإعلامية دخول القوات التركية بمعية جبهة النصرة إلى إدلب وتمركز في هذا الموقع الذي تحدثتم عنه. بكل الأحوال، تركيا الآن تلملم بقايا الأوراق أو بقايا القصاصات التي في يدها، لعلها وعسها تستطيع أن تفرض شيئا أو تنتزع موقعا جديدا أو نصرا سياسيا معينا الآن، لا سيما أنها مضى بعد 3 أسابيع من الهزيمة العسكرية الفاضحة، من الفشل العسكري الفاضح في عفرين، هي لا تزال تحاول أن توحي بأنها لا تزال قوية، قادرة على الوقوف على قدمها وقادرة على فرض أجندتها في الملف السوري. نعم. دكتور بسام، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا. يعني أثار ضيفي الدكتور سربست نقطة يعني حول الدور الروسي، يعني وسط الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وأنقرة، يعني أين تقف موسكو وما هي مكاسبها من هذا الخلاف؟
مساء الخير وشكرا لك، ومساء الخير لكل الضيوف اهلا، والاصدقاء. مساء النور، يا اهلا بك. دكتور سرباس، البروفيسور سرباس أضاء أمر جدا مهم، وهو الهزيمة العسكرية والمعنوية. الهزيمة العسكرية والمعنوية التركية لها تقوى إقليمية، ولكل الفصائل التي تدعمها، الفصائل الإرهابية مثل ما تفضلت بالمقدمة من نصرة وداعش وإلى آخره. يعني الواقع أنه صمود أهلنا بعفرين هو صمود تاريخي ويسجل لسوريا وللسوريين بالدرجة الأولى. أنا برأيي روسيا تلعب حاليا في الوقت الضائع، أو تحاول أن تلعب في الوقت الضائع، تحاول أن تعيد لنفسها بعض حدوث اللعبة، بمعنى أنه ترجع ترمي فتات الخبز لتركيا مشان تورطها أكثر. ومن ناحية ثانية، جولة ترك حاليا بالمنطقة كمان بتدل على أنه ما في توافق لا روسي أمريكي، ولا في توافق روسي تركي، ولا في توافق تركي أمريكي، ولا توافق تركي إيراني أيضا دكتور بسام. تماما تماما، يعني الواضح تماما حاليا أنه كل التوافقات اللي كان الحديث عنها بأسانة هي توافقات كرتونية ولا أقل. وبالتالي أنا أعتقد أن الكل حاليا يلعب في الوقت الضائع، ولكن في هذا الوقت السوريون يسجلون أسمى آيات الانتصار على العدوان التركي وإذنابه من النصرة وداعش وأشباهه. نعم، سيد أبو توفيق الديري، مساء الخير. مساء النور لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك. يعني مناطق خفض التوتر في إدلب ومناطق أخرى، يعني دعنا نقول جرى تأسيسها في إطار محادثات أسيتانا من أجل وقف إطلاق النار في سوريا ومراقبة تطبيق وضمان استمراره وإيصال المساعدات الإنسانية. برأيكم هل تحقق شيء من كل ما ذكرناه على أرض الواقع؟ طبعا مع الأسف الشديد لم يتحقق شيء من ما تم الاتفاق عليه في أستانا، لأني في الأساس اجتماع أستانا لم يكن له أي هدف تماما. الآن إذا أردنا أن نعطي عنوان لمناطق خفض التصعيد، فالعنوان الوحيد الذي نعطيه أن تم تقييد المعتدى عليه وإطلاق يد المعتدي. هذا الذي أفهمه. أنا في الجيش الحر كنت في مناطق أقاتل وأقارع النظام، ومستعد وما زلت مستعد أني أصمد في مناطقي، سواء زاد الدعم أم نقص الدعم، لأن هذه ثورة شعبية. الذي حصل 7 سنوات ونحن نرى أن الأتراك الآن كما قال ضيفك خالي الوفاض لم يكن عندهم خطة، وإنما كان عندهم تمضية إلى الوقت ولم يقدموا. نحن يعني علينا أن نقرر، قبل أيام أو قبل شهور سمعنا من الأتراك أنهم حاولوا وبقوة أن يدخلوا. على ماذا تدخل؟ أنت لو وافقت الدول تماما الدول لن تمنعك. ما الذي منعك؟ عندما أردت معركة عفرين فرضتها فرض على الدول، لماذا لم تفرض معركة لتصفية داعش وأخواتها؟ لماذا؟ لأنك أنت مستفيد. نحن نسأل ما الذي أوقف الأتراك 5 سنوات عن الدخول إلى شرق سوريا تماما وإلى عاصمتها الرقة، عاصمة الدولة المزعومة؟ ما الذي أوقف الأتراك؟ لا يقول قرار دولي ولا يقول أي شيء. نحن نقول أن الأتراك لم يكن عندهم أي خطة. هذا شيء. الشيء الثاني الذي يقول أن وحدة أراضي السورية ماذا تعني لك؟ أن تعني لنا أن المكونات الشعب السوري مهما وصل إجرام النظام لابد لهذا الشعب أن يلتقي، لابد لهذا الشعب أن يلتقي. عندنا تجارب سابقة في يوغوسلافيا وغيرها. ألو، على التوصل إلى صيغ معينة من الحكم. لكن الأتراك لماذا الآن الدفع بالجيش الحر للصدام مع أحد مكونات الشعب السوري؟ ما الهدف في عفرين؟ نحن لم نرى حتى الآن أنك تسحب قوات من جبهات تم تحريرها بالدم ودفعنا آلاف الشهداء.
تماما حتى تصل الى اتفاق شرق السكه وغرب السكه. طب انتم سيد ابو توفيق، يعني انتم نعم. كيف ترون وكيف تفسرون بالهجوم على مدينه عفرين السوريه؟ نحن نرى ان لا يوجد اي مبرر، لا يوجد اي مبرر ان كان انساني او اخلاقي او هدف سياسي لهذا الهجوم ولتوقيته. التوقيت مشكوك فيه، كيف تترك انت الذي تخاف على ثورتي وتخاف على الاف الضحايا وترى الطيران الروسي بقسوته يقصف ويقتل ويجرم في الغوطه وادلب وريف حماه، ماذا تفعل في عفرين؟ اسال الاف هناك، اسال طيب قاعده الجيش الحر لسنين، ماذا تفعل في عفرين ومئات القرى سقطت في شرق ادلب؟ أنا نحن نقول هذا الدعي الجولاني ما هي مهمته؟ هل تركيا الآن أصبحت مهمتها إعادة تأهيل وتقليم أظافر الجولاني؟ الجولاني إرهابي ومن معه إرهابي تماما. طيب. تسليم المناطق للنظام كيف يحللوا؟ لا نعرف، عندهم فتاوي لا نعرف كيف يحللوا. طيب تسليم المناطق وصلت للنظام وصلت انسحاب. نعم. الغدر فينا. طيب وصلت الفكرة سيد أبو توفيق. أنا أريد أن أؤكد على شيء. تفضل. أنا أريد على شكل، لم يكن الجولاني ولن يكون جزء من هذه الثورة الذي داهم مقرات الفرقة 13 وغيرها في المعرة وغيرها وصادر سلاحها. لماذا تصادر سلاحنا؟ لصالح من؟ طيب دكتور سربست، يعني انطلاقا مما تفضل به ضيفي وقال بأن أستانا جاءت لي يعني تظلم المعتدي عليه، يعني يقول مراقبون أيضا بأن أستانا خلقت لتحجيم المعارضة عسكريا والمعطيات على الأرض تؤكد ذلك. تحية للضيف للأخ أبو توفيق الديري. هو ذكر أن تركيا أكد على هذا الأمر في البداية. نعم. لمرتين أعتقد أن تركيا لم تكن لديها خطة، ثم فيما بعد تساءل ماذا تفعل تركيا في عفرين. هذا السؤال بحد ذاته يضمن أن تركيا كان لديها خطة، وتركيا منذ بداية للأسف الشديد المعارضة السورية جزء منها تجاهل النوايا التركية بحسن النية، وجزء منها تجاهل الموضوع بدراية، وهذا نسميه الخط اللاوطني الذي أصبح في أحضان تركيا. تركيا هي التي قضت على الضباط السوريين الأحرار، هي التي استطاعت أن تسطو عبر أذرعها على الثورة السورية وتفرض أجندة سياسية متطرفة خدمة لمآربها السياسية. تركيا هي الآن التي ساومت وقايضت على مصير حلب وعلى مصير الآن إدلب وغيرها من المدن. تركيا هي نفسها التي تنكرت للخطوط الحمراء التي أعلنتها قبلا. تركيا تعي ما تفعل، لديها خطة سابقة، لديها الرهاب في سوريا. نعم. ما يتعلق بالمسألة الكردية، لكن سواء عن عمد أو عن حسن نية أو بشكل أو بآخر، هناك من لا يريد مثلا أن يعترف بوجود هذه الحقيقة. أنا أتفق مع الحس الوطني للأخ الضيف أبو توفيق قديري، وأنا فعلا أشعر بحجم الألم والخيبة التي يعني لديه في بشأن مآلات الثورة والمآلات الدموية وحجم المتاجرة والمقايضة التي صارت بالدم السوري. لكن كان منذ البداية، وهذا الكلام ذكرناه 2011 و2012، ودكتور بسام موجود، وكنا سويا في أثناء تأسيس المنبر الديمقراطي في القاهرة ب2012، وشاركنا أنا وإياه في أكثر من منصة دولية للمعارضة. هو شاهد على ما أقول، على دوام حذرنا من الأجندة التركية في سوريا، قلناها في أكثر من مكان أن تركيا ستقود إلى تعميق الانقسام في المجتمع السوري أفقيا وعموديا على المستوى العرقي وعلى المستوى المذهبي. تركيا لا يهمها التغيير السياسي في سوريا، لا يهمها التحول الديمقراطي في سوريا. تركيا لديها هاجس ولديها فوبيا الرئيس في سوريا أن لا يكون الأكراد ذا شأن في تقرير مصير أنفسهم داخل الوطن السوري أو يكون لهم دور متساوي للبقية. هذا هو الهاجس التركي في سوريا. قطعا تركيا لا تعنيها أمر العرب السوريين، لا تعنيها أمر السنة السوريين، وهي بطبيعة الحال لا يعنيها أمر المسيحيين وأمر
العلويين والإسماعيليين وبقية مكونات المزارية. إذن ماذا يعنيها بالضبط دكتور سرباس؟ تركيا كما ذكرت تعنيها أمر واحد، هو هواجسها الإمبراطورية العرقية، وخاصة هذا الإنعاش اليميني للأفكار العثمانية في رأس رجب طيب أردوغان، وطموحه الأساسي في بداية الربيع العربي. هو تركيا سعت عبر حزب العدالة والتنمية وعبر أزرعها جماعات الإخوان المسلمين في العالم العربي نحو السطو على مسارات الربيع العربي، المصادرة على إرادة الشعوب العربية، السطو طبعا بطابع محدد، طابع مذهبي محدد، أعراض من خلال ذلك. كان يطمح أن تخرج تركيا في نهاية المطاف الدولة الأقوى في المنطقة، وهو يغدو زعيما أقوى وسلطانا في هذا العصر. نعم دكتور بسام، يعني تركيا لا يعنيها أحد حتى في موضوع إجراء الاتفاقات، يعني حقيقة يطغى الالتباس على المشهد. يعني إذا كانت تركيا تنسق مع روسيا، لماذا استهدفت قوات النظام الرتل التركي لإنشاء قاعدة يعني منذ أيام قليلة؟ أليس هناك اتفاق بين دمشق وموسكو من ناحية، وأن تركيا يعني أو بمعنى آخر تركيا قامت وفضلت بتفسير خطة خفض التوتر وفقا لمصالحها الخاصة؟ سيدي الكريم، مثل ما تفضل كل ضيوفك ومثل ما شكيت أنا بالبداية، يعني كل هالاتفاقات هاي اللي شهدناها ما بين تركيا وروسيا وتركيا وإيران وروسيا وإيران وروسيا وأمريكا وأمريكا والباقية، اتضح تماما أنه هي كلياتها عبارة عن تعويم مرحلة فقط وحلول مرحلية كثير مؤقتة. ما شاهدناه ونشاهده الآن مثلا من الصراع الروسي الأمريكي بالقصف مثلا على دير الزور ومقتل العديد من المرتزقة الروس الموجودين هناك بالإضافة للإيرانيين وإلى آخره، كمان بيرجع بيطرح نفس السؤال إنه وين هالاتفاقيات؟ ما المشهد الذي يتضح حاليا أنه لا اتفاقات استراتيجية بين الحلفاء الأعداء، هم حلفاء أعداء بنفس الوقت، مصالحهم تختلف تماما، مصالحهم تتضارب تماما. وأنا أتفق تماما مع دكتور سربس بأنه ما تم تعويمه للأسف ومن قبل كثير من الثوار، يا سيد أبو توفيق وانت تعرف الشيء تماما، ما تم تعويمه من قبل ثوار إدلب وثوار حلب للزعيم التركي وأعطوه صفة أسد السنة وإلى آخره، هو اللي فتح الطريق للنصرة ولداعش وإلى آخره، هم نفسهم العتب عليهم. أنا ما عندي عتب هون على أردوغان ولا على بوتين ولا غيره، أنا بعتبرهم كل ناس محتمين في المصالح، ولكن أنا العتب على السوريين الذين صمتوا والذين بدأوا ينفذوا حتى اليوم، حتى هذه اللحظة هم ينفذون عمليا مآرب أردوغان في مشاريعه العثمانية اللي تفضل فيها دكتور فرمز. هون هي المشكلة، الاتفاقيات كلها اتفاقيات مرحلية واتفاقيات كلها وقتية، واللي واضح كمان انه ما لها اي بعد استراتيجي. بالتالي رأيي أنه نعيد الكرة في الملعب السوري، ونعيد هون قراءة المشهد السوري الداخلي تماما. نعم أن السوريين رح يتقاربوا، ولكن هذا الشرخ الحالي من عما يقوم فيه جماعات تحت ألوية وأعلام ما يسمى الجيش السوري الحر، وتنفيذا في قرارات أردوغان ولأجندة أردوغان على السوريين بعفرين وبغير عفرين، هو الأمر الذي يندب له الجبين. وبالتالي أعتقد أنه بالبداية علينا أن نعيد ترتيب البيت السوري، الخطاب السوري، المشروع السوري، وقتها بإمكاننا أن نفهم أن كلهم بدءا من النظام وانتهاء من سياسات أردوغان وسياسات أمريكا وإيران وروسيا. دكتور بسام، فضلا لا أمرا، بتمنى منك لو في سماعة بيكون الصوت أحسن. سيد أبو توفيق الديري، يعني توشك مدة اتفاق خفض التصعيد المبرم في مناطق ريف حمص الشمالي على الانتهاء يعني بعد ساعات، هل ما زالت الأمور هناك مجهولة إلى حد نسبي برأيكم؟ هل لديكم معلومات بخصوص ذلك؟
اولا اريد ان اعقب بس تعقيب بسيط. فضل. تماما. الامس كان لي لقاء مع الاستاذ ما نقوله انه عمود من عواميد الثوره الاستاذ حسن عبد العظيم. كنا في انا في عمان الان، وكان لي لقاء معه بوجود الاخ نصر الحريري رئيس الهيئه العليا للمفاوضات ومجموعه من القاده، التقينا وكان اللقاء مثمر جدا، وسمعت شيء من هذا الرجل الهرم، اقول الهرم فعلا، اللي قضى ايامه في قبلنا، هو من اهل الثوره، قال حتميه هذه الثوره ستنتصر لاني اساس وجذور في شعب يهوى الحريه ويهوى العداله، لكن العداله ليست على طريقه حزب العداله مع الاسف. اليوم نحن الثوره السوريه تعرضت للخطف، حاولوا اسلمتا، حاولوا راديكاليتا، اخوانيتا بكل الوجوه اللي كانت، لكن تبقى هذه الثوره ثوره شعب بكل اطيافه، ان كان المسيحيين او الدروز او العلويين او حتى في العلويين وحتى في اي مكان، والاسماعيليين تماما. هذه الثوره ثوره حريه، نحن جذورنا في الحريه ضاربه، لن ننسى ان دستور 1950 هو دستور حريه، لن ننسى ان هذه البلد سوريا اول رئيس وزراء كان فارس الخوري وهو مسيحي وكان عمود من عواميد الحريه والديمقراطيه. الوجه الحقيقي تغيب عنا 40 عام، فاذا نحن جذورنا ضاربه في الحريه وفي الديمقراطيه، ومارسنا برلمان وانتخابات وقصص هاشم الاتاسي والرئيس وما كان كيف كان يجتمع من الناس، ما زلنا نهوى ونعشق هذه القصص. المشكله معنا ان حزب العداله لما اتى الى السلطه اتى بوجهين، وجه ان يراضي الناس ووجه ثاني اللي هو مقيت في الشوفينيه العصبيه الدينيه تماما، وللاسف نلقى انه التقى مع قوتين ثانيتين، مع القوه الروسيه الغاشمه ومع الإيرانية الدينية أيضا غاشمة والشوفينية. هذا الجو التقوا على ماذا؟ التقوا على ماذا؟ التقوا عبارة عن تدمير أحلام الشعوب في الحرية. نحن نقول وأنا أقول وأتوقع والأيام ستأتي أن عفرين هي بداية النهاية، هي بداية النهاية، والثورة السورية ستستعيد ألقها بصمودها. اليوم ضيفك الكريم ذكر، نعم تعرض كثير من ضباطنا الأحرار إلى الاضطهاد وإلى الملاحقة وغادروا وانتشروا في أوروبا في كل مكان ونحن على اتصال معهم. ما نريده ونقوله للعالم، هذه ليست ثورة دينية وليست ثورة عصبية وليست ثورة موجهة ضد الدول المجاورة، أمننا من أمن الدول المجاورة، نحن طلاب حرية وطلاب ديمقراطية، يكفي ظلما وقتلا من هذا النظام 40 عام، و40 عام كانوا بدعم روسي. هذه رسالتنا. الأمس كان لقاء ديمقراطي وكنا طرحنا كل الأفكار، وشيء واحد بقي لنا، أننا مصرين أنها ثورة حتى الحرية. طيب ماذا عن موضوع مدينة الرستن سيد أبو توفيق؟ نعم. الديري، يعني سألتك في 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 إطار السؤال، يعني ماذا عن مدينة الرستن، يعني المطالبة بتسليم كل من فيها من سألتني عن موضوع حمص الشمالي. نعم هذا نسأل السيد أردوغان، نسأل السيد أردوغان أين مناطق هبض التصعيد، أين ضماناتكم يا سيدي، أين ما وعدت الشعب السوري، أين خطوطكم الحمر الواهية؟ هذا ما نقوله. كيف تعرض إخوتنا في إدلب، في إدلب الجنوبي، وقوات الجيش الحر إلى الغدر والتسليم وقتلوا هناك، فقدنا مئات الشهداء، والآن في حمص تعود النغمة. الروسي هل هو ضامن؟ أنا أسأل الروسي المحتل الذي يقصف بطياراته، هل ضامن؟ طيب. أين التركي؟ هل التركي الآن أصبح كالنعامة دفن رأسه في عفرين ولا يرى شيء؟ طيب دكتور سربست، يعني خروج أردوغان عن مسار الاستراتيجية الأمريكية والروسية وكل استراتيجيات، يعني السؤال الذي يطرح نفسه حقيقة، ما هو الإطار الناظم للسياسة التركية إزاء
الصراع في سوريا؟ لازم نفهم شيء، يعني أعتقد الضيوف أيضا يشاركوني، هناك ثابت أساسي في السياسة التركية، كل ما عداه هي متغيرات. وأعود أؤكد يعني مسألة الدافع العرقي في هذا الصراع، الدافع العرقي الذي يحكم العقل السياسي التركي. يا أخي لماذا لا تعترفون أن تركيا تتدخل في سوريا بالدرجة الأولى لردع الأكراد؟ هذه هي المشكلة الأساسية عن تركيا. طالما نحن نتجاهل هذه الواقعة لن نستطيع أن نتعامل بالموضوعية مع طبيعة السياسة التركية في سوريا. المعارضة اعتقدت وحتى الآن تزرعوا، يعني تشوف أنه هاي الحرب كلها يا أخي بعفرين لأنه حزب العمال الكردستاني، لك يا أخي جيبوا حزب الملائكة الكردستاني حطوا بعفرين طالما هو كردي أردوغان رح يرفض. هذه مسألة لازم نفهمها. يدينون، طيب أنا ما بفهم ليش بتتجاهلوا واقع، يعني إذا هي مشكلة جذور وليست مصالح دكتور. اسمح لي خليني كمل. فضل. لماذا تتجاهلون واقع تصريحات أردوغان بالذات الذي يقول كقاطع طريق مش كرئيس دولة، بيقول أنا سأدك المدينة، سأبيدهم، سأمحقهم. هذه كلمات حتى صدام حسين في حرب التيشنها وقام فعليا بحرب إبادة، لكنه أبى على نفسه أن يقول سأقتل الأكراد، سأبيد الأكراد، لم ينطق بهذه الكلمة في كل خطاباته وأدبياته السياسية حتى صدام حسين. صدام حسين بالقياس إلى أردوغان نبيل، وفعلا هو أنبل منه بكثير ولا وجه للمقارنة بينهم. الواقع هناك من لا يزال حتى هذه اللحظة يتجاهل أن الدافع الأساسي لأردوغان ناهيكم بطموحه الإمبراطوري التوسعي، أن هدفه الرئيس هو الرهاب الكردي في سوريا، وهذا الرهاب لديه أبعاد جيوسياسية لا تتعلق بالوضع الكردي في سوريا، إنما أيضا يتعلق بالدرجة الأساسية بالوضع الكردي في كردستان تركيا، يعني وتحديدا منطقة غرب الفرات. نعم. وصولا للواء اسكندرون. نعم. هذه المسألة لازم من البداية نضع، إذا بدنا نفكر كسوريين، سوريين حقيقيين مش سوريين يعني ضرب على الحافر وضرب على السندان، لا سوريين حقيقيين، إنه إحنا كلنا شركاء، إنه كلياتنا إحنا ورثت هذا البلد وكلياتنا على قدر متساوي في هذا البلد وينبغي أن نكون كذلك. كان لازم نضع في اعتبارنا أنه إحنا شركائنا السوريين، عفوا أخوتنا العرب، أو العرب يقولوا هدول الأكراد أخوتنا وعندهم خصومة سياسية تاريخية مع تركيا، فلازم نكون حذرين في التعامل مع تركيا. هذه المسألة لا افتعلوا مختلف الذرائع، الكل جلس في أحضانه في إسطنبول منذ لقاء اللقاء الأول الذي حصل في المدينة المشهورة في تركيا، مؤتمر التغيير تقصد دكتور شربس؟ لا قبل في أنطاليا، منذ لقاء أنطاليا، ولم يضع، والأخوان المسلمين كانوا مطية مناسبة لمثل هذا المشروع، هم شكلوا الطابور الخامس، هم حصان طروادة لكل المآرب الأردوغانية، طبعا ليس في 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 سوريا فقط، في كل العالم العربي، لكن في سوريا تحديدا قدم الإخوان، أقدموا على ارتكاب أكبر خيانة في تاريخ الشعب السوري يمكن الحديث عنه. طيب. الإخوان المسلمين هم أعداء الشعب السوري بالمقدار الذي يشكل فيه الاستبداد عداء لهذا الشعب. نعم، حقيقة كان من المفترض أن ينضم إلينا الدكتور أكثم، ولكن نواجه معه مشكلة في الاتصال تبدو تقنية. دكتور بسام، بالعودة إليك، يعني هل ستقف برأيكم تركيا عند حدود إدلب أم ستتمدد إلى ما هو أبعد في العمق السوري؟ تركيا غير قادرة على أن تتمدد، وأنا آسف إذا الصوت فيه صدى، ولكن للأسف ما عندي سماعات. طيب. تركيا حتما غير قادرة على التمدد، وأنا برأيي أنه حاليا تركيا تبحث عن طريقة للملمة هزيمتها بعفرين، مثل ما تلملم هزيمتها أيضا السياسية العسكرية بعفرين والسياسية على مستوى التحالفات الإقليمية الفاشلة اللي شفناها. طيب. فأنا قطعا لا أعتقد أنه رح يصير في أي تمدد،
وحاليا هاي النقاط اللي تفضلتوا عنها بالمقدمه بتتروى ضيوف ان كانت بغرب حلب او بجنوب حلب او بمناطق ثانيه قريبه من حلب، هي عن مراحل يعني حاليا يبدو انه ما في حلول اخرى، لذلك هذا الامر موجود. طيب دكتور بسام، يعني بالسؤال اللي طرحته على الدكتور سربست، اطار النظم السياسي التركي في الانطلاق، يعني هل تؤيد ما تفضل به الدكتور سربست؟ 100% اصلا النظام التركي، النظام الاردوغاني تحديدا، لم يخفي هذا الامر، يعني لم يخفيه نهائيا، وطول الوقت هو عمليا وضعه على الطاوله، وطول الوقت بيقول انه امن تركيا القومي هو خط احمر، امن تركيا القومي برأي اردوغان لا يتعارض مع الامن العربي القومي، ولكن يتعارض مع الامن القومي الكردي. انت لاحظ الامر هون، انت بدوله تحكي فيها عن امن قومي، وانت امام او على حدود من المفروض دوله قوميه طويله عريضه اللي هي القوميه العربيه اللي صرعوا راسنا فيها، ومع ذلك القوميه العربيه لا تشكل بالنسبه لاردوغان اي خطر على امن القوم التركي، بقدر ما تشكل التجربه الكرديه او الحقوق السوريه المشكله بالنسبه له. وانا هون اذا بتسمح لي حابب اعلق على اللي تفضل فيه ضيفك ابو توفيق، اللي مثل ما تفضل اخي سربست، انا متضامن معه بشعور بالخزى والشعور بالفشل والشعور بالهزيمه والشعور بالاسى من التحالفات اللي صارت، ولكن عمليا خلينا نكون واقعيين، سوريا والسوريين ليس لهم هذه الجذور العميقه في الحرية والديمقراطية. نحن تجربتنا كانت تجربة الأربعينات والخمسينات، تجربة كثير كثية، فبالتالي ما بدنا نكبر الموضوع ونقول أنه نحن جذورنا ضاربة بالتاريخ من ناحية الديمقراطية والحريات وإلى آخره. كان عندنا تجربة ناجحة، تجربة عرفنا تماما كيف تم إفشالها، فبالتالي خلينا ننطلق من المنطلقات الموضوعية اللي ممكن أن تساعد على إنجاح أي تجربة ديمقراطية أخرى. والأمر يبدأ برأيي من ضمن فصائل ما يسمى الجيش الحر، برجع بأكد عليها، من ضمن فصائل ما يسمى الجيش الحر بأنهم يعلنوا سوريتهم بالدرجة الأولى، أنهم يرفعوا رايتهم السورية وينقوا بنفسهم عن الأجندات التركية والقطرية والسعودية وغيرها وغيرها، وقتها ممكن أن يستعيدوا الثقة اللي فقدوها. أنا من الناس، أنا بسام عويل، اللي فقد الثقة بكثير من منظمات ومنطلقات وشعارات ما يسمى بالثورة السورية. أنا فقدت هذا الأمر، فقدت الثقة مثل كثير من أمثالي، علما أنه نحن كنا داعيين للتغيير الديمقراطي وما زلنا داعيين للتغيير الديمقراطي بسوريا، بسبب أنه وهذه الفصائل، هذه التنظيمات هي من سلم عنق الثورة، هي من سلم شعارات الثورة للإخوان المسلمين، وسلموها لأشباههم، وتلموها ايضا لاعداء الشعب السوري، بغض النظر ان كانوا ايرانيين وان كانوا تركيين وان كانوا روس وان كانوا امريكان. هون المشكله. وبالتالي انا برجع باكد على ضروره اعاده قراءه الوضع السوري من سوريا، من داخل سوريا، اعاده جمع التحالفات السوريه والتقاطعات السوريه بما فيه مصلحه سوريا، وليس بما فيه مصلحة فلان أو علفان، ونعتب على فلان أو علفان، لأنه هذا الخطاب مردود عليه بكل بساطة من جماعة النظام، اللي كمان هم ما هم كثير مبسوطين مثلا من إيران أو من روسيا، ونفس الشيء من الجماعة اللي يضعوا بيضاتهم أو سلة البيض تبعيتهم وضعوها في أيدي أمريكا، وبدأوا ينبحوا وبدأوا يحولوا. ما هو المشكلة؟ المشكلة اللي بعد 7 سنوات أنا أعتقد بأن المشهد أصبح أكثر من واضح، أكثر من واضح. إما مشروع وطني ديمقراطي سوري تحت غطاء سوريا المتعددة الديمقراطية لكل أبنائها،
وإما الهلاك. نحن أمام هذا المشروع إما وإما، والبديل صفر مثل ما قلنا مثل ما نقول. نعم سيد أبو توفيق، يعني حقيقة من النقطة التي أثارها الدكتور سربست في تعامل تركيا مع محيطها ومع الدول العربية، يعني سواء إن كان بمصر أو بليبيا أو حتى بسوريا، حقيقة يعني وهي وضع كل هذه الثورات، ثورات هذه الشعوب في خدمة الأخوان يعني وتركيا. نعم نعم، ليس خدمة تركيا. أولا أريد أن أعقب على كلمة ضيفك الكريم، ما يسمى الجيش الحر. يا سيدي الكريم، نحن جيش حر ونفتخر، وأنا من مؤسسين هذا الجيش، وما زلت على 7 سنوات متواصلة أعمل لخدمة هذا الجيش، وكل مقاتل في هذا الجيش رابط على نقاط الرباط في وجه هذا النظام الغاشم القاتل والعدو الروسي والإيراني وما ارتكبوه من مجازر. نعم نحن جيش حر ونحن نملك رؤية. تمام، إذا حاول البعض سرقة الثورة منا وسرقة أحلامنا، لكن الثورة باقية وما زلنا مصرين أننا ثورة حرية، وأن الجيش الحر يدعم أحلام شعبنا في الحرية، ولسنا طغمة عسكرية ولن نسمح. عندما ينتصر شعبنا هو سيقرر مصيرنا، ونحن نذهب إما إلى السكنات وإما إلى البيوت. نحن جيش حر على الأرض، نحمي الناس المدنيين وندافع عن أحلامهم ومن حقهم التظاهر. نحن نلتقي مع جميع مع كثير كثير من ضباطنا المشقين وقادات المدنيين في الرؤية والحلم السوري بالحرية قبل كل شيء. لم ولن نفكر أن نكون بديل عن النظام وأن نكون طغمة عسكرية أبدا. الزمن لا يعود، الزمن لا يعود. حتمية التطور حتمية إلهية، أن نوافذ الحرية وأن الشمس سطعت على الشرق الأوسط. لماذا هذا التخلف؟ لماذا هذا التأخر الذي حصل في الثورة السورية؟ أن الأحلام التركية لم تلتقي مع أحلامنا، أن الشوفينية لحزب العدالة والتكبر واعتبار أن كل شيء مسير إلى مصلحته. التدخل التركي كان في عدة دول سيء سيء بدعم طرف. نحن لا نقبل أن ندعم طرف. نحن كل ما موجود على الساحة السورية يقارع النظام فهو شريك معنا، شريك معنا في الحرية، وشريك معنا في النصر، وشريك معنا في مستقبل سوريا. الإخوان حاولوا واستغل حزب العدالة هذه النقطة وركب على موجة الإخوان، لكن في خدمة أهداف تركية معينة. لكن هل تبقى تركيا أسيرة لهذا الحزب؟ لا أعتقد. الانتخابات القادمة تمام ستكون فاصل في تركيا. انظر إلى معدلات الحرية، إلى الرأي، آلاف الصحفيين في السجون. هذا الزمن لا يعود، الزمن لا يعود. لن تكون هناك عثمانية ثانية، لأن المشكلة هي مشكلة حزب عدالة، مشكلته في القبض على السلطة، التقاؤه مع القوميين العرب. ماذا نفعتنا القومية العربية؟ لماذا اخترنا هذا التوجه؟ بدأ هذا التوجه مع الانقلابات العسكرية، وتوج عبد الناصر في أحلام. ماذا أقول؟ هل أحلام واقعية؟ هذا الحلم، هذا الكذب الذي مارسه لسنوات مع الأسف. لكن انظر إلى الشعب، كل من عارض عبد الناصر في السجون من جميع أطياف الشعب وغيره من هذه الأنظمة التي استنسخت نفسها في ليبيا وسوريا والعراق. وكل الحرية حرية وقدرنا هي الحرية. أنت تقول تجربة 1950، نعم تجربة نعتز فيها. نحن خرجنا من 400 سنة ظلم عثماني، شئتم أم أبيتم، 400 سنة من الظلم العثماني، ودخلنا في الاحتلال الفرنسي وقارعنا الاحتلال الفرنسي، وخرجنا نحن مجروحين، لكن رسخنا تجربة ديمقراطية. التاريخ يتواصل. لا تنسوا سوريا 7000 عام، لكن الفترة الماضية عندما سطعت الحرية الشعب السوري من أول شعوب الشرق الأوسط التي نادت بهذه الحرية، وما زلنا ننادي ونحن واثقون من النصر أن نبني دولة ديمقراطية بكل المعايير. هذا ما أريد أؤكده لضيفك. نعم دكتور سربست، يعني برأيكم هل
إذا تسمح لي صديقي بس أنا عقب طيب. عقب تعقيد دكتور. بدنا نأخذ إذن دكتور سربست لأن دوره دكتور سربست. تمام أوكي. تفضل دكتور بسام. تفضل. يسمح لي. الجيش الحر هو أكبر كذبة عمليا انتشرت بفترة الثورة السورية. الجيش الحر كان عبارة عن راية كان عن رباية عن عنوان سيد ابو توفيق الكذبه التي تكذبها سير منك لكن سيد ابو توفيق على الارض سيد ابو توفيق سيد ابو توفيق لو سمحت خلي الدكتور بسام يعطي رايه وبرجع لك تفضل اسمح لي انا لا اقول بان الكثير من الذين انشقوا كان عندهم فعلا احلام تحرريه هذا أمر ثاني أنا بقول الجيش الحر مفهوم الجيش الحر وأنه هذا الجيش الحر هو الذي سيحرر سوريا من النظام هاي هي الكذبة هاي هي الكذبة اللي كثير طيب. لعبوا فيه وكثير استخدموها ما في شيء يا صديقي دكتور ما في شيء اسمه دكتور بسام دكتور بسام بتمنى منك تساعدني مشان نوزع ونكون عادلين بالتوزيع وما نشحف بحق حدا لو سمحت أنا برجع لعندك بس يكون الدور أطلت على الدكتور سربست دكتور سربست يعني برأيكم هل قمة بوتين روحاني أردوغان المرتقبة في إسطنبول هي لإعادة إحياء التفاهمات السورية وأين ستكون عفرين من هذه التفاهمات هذه القمم المتواصلة هي لترميم التسويات الفاشلة التي حصلت عمليا هناك إذا نظرت إلى مواقف الأطراف الثلاث هناك عدم ثقة وارتياب مستمر بينهم وليست لديهم استراتيجية موحدة هم يمهدون لتحقيق انتصارات جزئية هنا وهناك نظرا لغياب استراتيجية موحدة على المدى البعيد أردوغان يريد أمرا معينا من بوتين ويريد أمرا معينا من إيران وكذلك الأمر بالنسبة لبوتين اتجاه إيران واتجاه العلاقات الروسية الإيرانية هي أكثر متانة وثقة لكن علاقات الروس مع الجانب التركي كما أشرت في الحلقة السابقة هي علاقات قائمة على الارتياب الروس يدركون تماما حجم التورط وحجم القلق وحجم اللامبدئية السياسية لدى الرئيس التركي هم يبتزونه إلى أقصى حد وسيظلون يبتزونه ومن خلال تحقيق كل أهدافهم السياسية والأمنية في تركيا لا سيما في إدلب إدلب الآن فيها الكثير من الجماعات المسلحة من آسيا الوسطى من قوقاس من الشيشان الذين جاء بهم عبر تركيا وزج بهم في الصراع السوري أردوغان وجد فيها فرصة ممتازة لتصفية خصومه دفعة واحدة للأسف الشديد هذه التصفية ستكون على حساب دماء السوريين دماء المدنيين ودماء المناظرين أيضا الأشراف الموجودين على أرض إدلب هذا هو واقع الحال لا أتوقع الكثير هناك تحديات موضوعية في الوضع الدولي للصراع السوري لا سيما ما يتعلق بلقاءات جنيف ما يتعلق بالدور الأمريكي ما يتعلق بالأهداف البعيدة المدى للسياسات الاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا لن يشكل تركيا هذا اللقاء أمرا أو لن يشكل فارقا جوهريا كبيرا هو عودة على البدأ لتكريس الثقة المتبادلة التي نشأت عن اتفاقية جنيف طيب. لكن اسمح لي فضل. بدقيقتين أن أقحم نفسي في النقاش بين الضيفين الكريمين فضل. أنا أنحاز أنا أقدر القيم الوطنية القيم السياسية التي يحملها السيد أبو توفيق الديري لكن من الناحية العلمية أتحدث وأنا أنحاز إلى رأي الدكتور بسام مفهوم الجيش الحر مفهوم ملتبس ليس هناك كينونة قائمة الآن نستطيع وذي مرجعية اعتبارية نستطيع أن نقوله عنها منذ بداية الثورة إلى الآن هذا هو الجيش الحر الآن كل الذين يحاربون أو يهاجمون عفرين يهاجمون تحت شعارات إسلامية متطرفة وتحت اسم الجيش الحر هل يستطيع السيد أبو توفيق أن ينكر على هؤلاء هذا الحق؟ طيب حبذا لو يقدم لنا برهانا على ذلك شكرا
طيب يا سيدي الكريم، سيد ابو توفيق ممكن اتداخل واعترض؟ طيب هلا دورك، تفضل تفضل ابو توفيق تفضل. اولا اريد ان اقول ان يمكن حديدا وعلى كل القنوات انا اول من ادان عملية عفرين، ولا كنا نرى فيها وما زلنا لا نرى فيها أي فائدة للثورة السورية. واحد. اثنين، في السنة الماضية عندما بدأ القصف الروسي كنت في مظاهرة في عمان أمام السفارة الروسية، وقلت بالحرف الواحد تماما 400 عام ونحن قارعنا الاستعمار العثماني والدولة العثمانية وأخرجناها من بلادنا، وعشرون عام 26 عام أخرجنا الفرنسي تماما وحصلنا على الاستقلال. البعض في ذاك الوقت اعترض عليه كثير. ما نقوله أن الجيش السوري الحر يضم فئات وفئات كثيرة موجودة، لكن أنا أتكلم على الغالبية. أريد أن أوضح فكرة هذا على الدكتور بسام يمكن اعترض. يا سيدي الكريم، لا تعاملونا من منصاتكم العالية ومن مسارحكم العالية. صح، نحن بسطاء تماما ونفهم الحرية على بساطتها، لكن أريد أن أقول لك، أنا لن أقول لك ماذا شهادتي، لكن أنا أتكلم الألمانية والإنجليزية والسويدية. أنا جلست في الأرض مع المقاتلين وكنت أشرح لهم عن كل شيء ونتكلم، ودوما لقاءات مع القادة، لكن يبقى عند السوري شيء واحد، حبه لسوريا. لو ذهب إلى الآن مهاجرين يكلموا أهلهم من أمريكا ومن كندا ولا يشعروا أبدا بالسعادة. السوري لا يحب مكان في العالم إلا بلد سوريا. ففكرة الحرية بسيطة وحب سوريا بسيط، هذا واحد. فيا سيدي انزلوا من منصاتكم العالية، يكفينا النظام الذي عاملنا كأننا مواطنين درجة عاشرة، والآن نحن نعيب على التركي. التركي يعاملنا من عصمة ليتو العالية وينظر إلينا ونحن تحت في أسفل الوادي. يكفي هذا. الحرية بسيطة، نتذكر أن نحن في 15 شباط الأمس 14 شباط عندما هجم الفرنسيون على قلعة الباستيل، سجن الباستيل، وأسقطوا سنوات من العبودية. هل كان كل الفرنسيين يعرف ما هذه الحرية؟ الحرية تعني الجوع، الحرية تعني أنني مجروح وأنني أحتاج لأصرح برأيي. الحرية تعني كرامتي. الحرية تعني أن لا أسأل. طيب لا ممكن. طيب ممكن. طيب سيد أبو توفيق، هناك رداءة في الصوت حقيقة. دكتور بسام، نعم يعني دكتور بسام خلينا نطلع من إطار الشخصنة والرد المقابل. ضيوف الكرام، خلونا نرجع الحلقة للسياقة. دكتور بسام، سيد أبو توفيق الديري لو سمحت، يعني دكتور بسام، ما هي برأيكم السيناريوهات التركية حيال الشمال السوري بشكل عام وعفرين بشكل خاص مع الأيام القادمة؟ أنا أعتقد أنه السيناريو التركي حاليا هو لملمت هزائمه، هو محاولة للخروج بماء الوجه من وراء الهزائم التي ألحقها به السوريين الأكراد في عفرين، من وراء الهزائم التي ألحقها به السوريين الذين دعموا المقاتلين الأكراد في عفرين، من وراء التضامن الوطني السوري مع عفرين في مقارعة للمحتل التركي. ولكن بدك تسمح لي بجملة واحدة. أشكر أبو توفيق على المحاضرة عن الحرية اللي أمتعني فيها، وما في شيء يا سيد أبو توفيق، يا أخي أبو توفيق، ما في شيء أنت ونحن، في شيء اسمه أنه يا أما نحن وأنت على أرض سورية ولمشروع سوري، يا أما ما في لا نحن ولا أنت ولا سوريا ولا سوريا. شكرا لك. طيب دكتور سيرباست، يعني مؤتمرات وتصعيد على الأرض والشمال السوري نقاط جديدة يعني للمحتل التركي، يعني إذا طرحنا سؤال من وجهة نظر الشارع السوري، يعني بين أستانا وجنيف، ما هي خيارات المعارضة وما هي خيارات إيجاد طريق أو خارطة حل لإخراج سوريا من الحرب؟ أولا انتزاع
القرار وقف من اغتصبه اقليميا ومحليا. هذا اول الخطوه، بدء الخطوه. بمعنى اخر، سوريا، التغيير في سوريا لن تغيير المرجو لن يحصل طالما ان القرار الوطني بات مصادرا، القرار السياسي على مستوى السلطه مصادر وعلى مستوى المعارضه مصادر. نحن نعيش أسوأ حالات الوعي المجتمعي المشترك بسوريتنا، بهويتنا. احنا منقسمين، ما بدنا نزين لبعضنا. يا اخي والله كلياتنا بنحب بعض وكلياتنا سوريين وكويسين وما احلانا والحريه بسيطه، اوكي جيد. بس يا اخي العزيز، الثوره الفرنسيه لما قامت كان قبل بخمسين سنه عشرات النخب والفلاسفه قادوا ونظروا لهذه الثورة، ولما قامت الثورة هذه النخب لم كما فعلت النخب السورية عموما لم تسلم إرادتها لمحتل آخر، لم تقدم مفهوما وطنيا مشوها على مقاس الأجندة التركية. يعني لما مثقف بيروح، مثقف سوري كبير ومستنير، يحط إيده بإيد القرضاوي وبيعتبر القرضاوي، ومثقف آخر بيروح بيحتضن جبهة النصرة في إدلب بيقول يا زلمة والله الثوريين ما في مثلهم، ولما جورج نصرة بيمدح بداعش، ولما فول شو هاد؟ هاد كارثة. هاد دليل أن النخبة السورية نفسها في أزمة. يا أخي فولتير ما راح ما بس دحية قسيس قالوا لك يا أبونا والله ما في مثلك بس خلينا نساوي ثورة، ولا روسو عمل هيك، ولا مونتسكيو، ولا أي واحد. بالعكس، النخب الثورية فعلا قدمت خطاب مستنير. نعم. النخب في سوريا عملت العكس. يعني نشأت، أنا وقتها كتبت مقال بعنوان العرعرة الثقافية، انتشرت الثقافة على مقاس الشيخ عرعور وكبار أكاديميين ومثقفين صاروا ينافقون خطابا من مستوى خطاب الشيخ عرعور. يا أخي مش هيك سوريا، أنا بعرف سوريا مش هيك. المواطن السوري ذكي مثقف متمدن، أوكي، بس شو اللي وصلنا لهون؟ دليل في خيانات للنخب. النخب السورية أخي أبو توفيق، النخب السورية خانت قيم الثورة. أنا بقول لك إياها بدءا مني وانت جر، أنا ما بستثني أحد. ما كنا قد المهام التاريخية اللي صارت. شو اللي بيخلي واحد مثل ميشيل كيلو بيروح يقول عن جبهة النصرة انه ما في مثله؟ هدول ثوار. شو بيخلي جورج نصرة يمدح بداعش؟ ما بنسأل حالنا وين وصلنا؟ شو بيخلي عبد الرزاق عيد يشتم باليمين وبالطول وبالعرض؟ شو اللي بيخلي اذكر لك اسماء كثيرة، برهان غليون يروح يحتضن قرضاوي اللي كتب عشرات الكتب عن الديمقراطية. النخبة تبعنا مو ما كان قد التغيير. اذا نحن اول شيء لازم قرارنا الوطني السوري و بصياغة وضمن حدود تفكير السوري يتم تحديد المصير السوري. بدك ثورة، الثورة لازم تكون ثورة تغيير تحمل قيم التقدم، قيم المساواة، قيم التعايش، ولازم كلياتنا نسلم ببعضنا. هذا هو المطلوب أولا. نعم سيد أبو توفيق ديري، كلمة أخيرة منك تعقيبا على ما تفضل به. كلمة أخيرة مني. نعم بعجالة. كاتب عراقي. نعم بعجالة. كاتب عراقي عام 1963 إسماعيل فهد إسماعيل كتب مقدمة كتاب جملة من أجمل ما يمكن. في عام 63 تعرضت قوى الخير للإبادة، أما وعقد عرف المسار، فمعذرة يا جواد السحب الداكنة. الثورة السورية هذا ما حصل منها، تعرضت للإبادة، تعرضت للتشويه، تعرضت للاستقصاب عبر مصالح بعض الأفراد وبعض الجماعات. تماما. إذا كانت بعض النخب السورية سقطت فلم تسقط الثورة، لأن هاي ثورة البسطاء. تماما. أريد أن أؤكد، لماذا تفقدوا الأمل فينا؟ لماذا تفقدوا الأمل في هذه الثورة؟ ما أنتم إذا ذهبت هذه الثورة؟ ماذا أنتم؟ أين حلم الحرية؟ الحلم الحرية باقي، سقط البعض لكن لم تسقط الثورة. ما زال شبابنا وأهلنا في الداخل صامدون، ما زال شبابنا على الجبهات يحموا البيوت ويحموا المدنيين. لماذا 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 هذا اليأس؟ أنا لست بيائس، وكثيرين من شبابنا ما زالوا حاولوا استقطاب الجيش الحر، حاولوا مزاودته على كثير من الأشياء. طيب تماما. لكن
لم يقدروا، لأنها ثورة بسطاء، ثورة ناس على الأرض تمسكت بالأرض. طيب عذرا منك سيد أبو توفيق، انتهى وقت الحلقة. عذرا منك الشيء، أنا أريد أوجه ما يخص عفرين. طيب. تماما بعجالة بعجالة أريد أن أقول كلمة واحدة. تفضل بعجالة بعجالة. ها هل الدم في العفرين أليس دم سوري؟ طيب. من أخذ هؤلاء وضحك عليهم؟ قادة مرتهنين إلى تركيا، هذا ما أريد أن أصرح به. ليسوا من الجيش الحر. إذا كان إنسان رفع علم الجيش الحر ودخل سرق بيت فهل هو من الجيش الحر؟ لن أعترف عليه، ولا هو من الثورة. الثورة ليست وصلت الفكرة، وبعتذر منك لأنه خلصت الحلقة سيد أبو توفيق. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى نهاية الحلقة، ولا يسعني الآن أشكر ضيوفي. كان معي من جدة أبو توفيق الديري، منسق عسكري في الجبهة الجنوبية، ومن هولير دكتور سرباست نبي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويه، ومن بولندا البروفيسور بسام عويل ناشط مدني في شأن الوطني السوري. والشكر أيضا موصول إلى ضيفي الدكتور أكثر من عيسى، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. دمتم بخير وإلى اللقاء.